أخبار اليوم. دكتور سمير إبراهيم، رئيس قسم التصنيف والعرض في المتحف. بالنسبة للمتحف الحيواني، أنشئ سنة 1906، طبعا بيضم نماذج كتير من الحيوانات المحنطة والجلود والهياكل العظمية والجماجم لمعظم أنواع الحيوانات والطيور والزواحف البرية، وتم تجديده سنة 1962 وإنشاء دواليب خشبية بتضم معظم أنواع الطيور المصرية، طيور البيئة المصرية والحيوانات البرية. وسنة 1988 عيد تجديده برضو، وتم استبدال الدواليب الخشبية بدواليب معدنية بواجهات زجاجية بتشابه البيئات الطبيعية اللي بتعيش فيها الحيوانات. وفي سنة 1998 اتقفل المتحف لحد سنة 1900 لغاية 2015، حوالي 18 سنة. أعيد تجديده طبعا، اتفتح سنة 2015 شهر 8 بالتحديد 3/8. ويعني المتحف فيه طبعا مجموعة كتير جدا من الحيوانات والطيور والزواحف البرية والحيوانات النادرة والمنقرضة. وبالإضافة للمتحف عندنا فيه مجموعات علمية، مجموعة الطيور المصرية دي طبعا دكتور عاملها دكتور نيكولز، بيسموها نيكولز بيردز ايجيبت. وفي الزواحف المصريه برضو مجموعه دي اللي عاملها دكتور ابراهيم عبد المجيد. وفي مجموعه الثدييات والقوارض دي برضو عاملها دكتور فلاورز، بيسموها فلاورز كوليكشن. دكتوره سوزان كمال، مدير اداره المتاحف. المتحف بعد ما اتقفل 18 سنه كان الاول دور واحد بيضم كل الحاجات دي الموجودة، سواء طيور أو حيوانات أو زواحف أو هياكل. لما اتطور بقى عبارة عن ثلاث أدوار. الدور الأول فيه 10 فترين. الفترينة الأولانية بتضم البيئة الأفريقية لكل الحيوانات والطيور اللي بتعيش في البيئة الأفريقية. بعد كده الفترينة الثانية البيئة المائية اللي هي الطيور برضو والزواحف والحيوانات اللي بتعيش على شط المية. في البيئة الصحراوية بعد كده برضو بتضم الحيوانات والزواحف والطيور اللي بتعيش في البيئة الصحراوية زي الثعلب والفنك والحاجات دي. البيئة البحرية بعد كده بتعيش اللي هي بتعيش على الشاطئ على البحر، ومنها البجع، عروس البحر، سبع البحر، الفقمة. بعد كده في بيئة الأمازون اللي بتعيش في البرازيل في أمريكا الجنوبية، بتضم برضو الحيوانات والطيور والزواحف اللي بتعيش في المنطقة دي. بعد كده اللي هي القردة، القردة دي اللي هي في العالم القديم. بعد كده في عملنا في تطور بالنسبة للقردة من أول ما ابتدت اللي هي صغيرة خالص لحد ما اتطورت وصلت الغوريلا. الصغيرة خالص اسمها الزبابة، ولحد ما وصلت للشمبانزي والغوريلا. بعد كده إنسان الغابة الفترينة اللي بعديها والشمبانزي. بعد كده الكيسيات والقوارض والسناجب. بعد كده أكلة اللحوم، أسود، نمور، فهود، دببة، كل أكلة اللحوم. في نص المتحف في الهياكل العظمية. الهياكل العظمية دي بتضم الحوت. الحوت ده كان موجود على شاطئ البحر المتوسط 1936، وده كان موجود من ضمن الحاجات اللي كانت موجودة ساعة ما المتحف اتقفل، كانت متعرضة للتراب والهواء والمطر، فخدت وقت كبير قوي من الدكاترة ومن مع لجنة من معامل التلف البيولوجي. احنا قمنا بتنظيفه، خدت تقريبا 4 شهور. بعد كده برضو الفيل، هنا هيكل الفيل كان برضو يعني متفكك، اتربط واتعمل له على قاعدة واتحط. وبرضو هيكل الزراف هنا بتضم هياكل كتيرة جدا. أغلبية الحيوانات الموجودة دي كانت هنا في الجنينة ونفقت لسبب كبر السن أو مرض أو كده، وتم تحنيطها. في كمان محنطات جاية من برة مصادرة أو هدايا، جت هدايا زي الوز الفول اللي جابه الملك فاروق سنة 1943. وبعد كده الطيور الجوارح من صقور ونسور ورخمة، وبعد كده الطيور اللي بتعيش على الشواطئ والحمام واليمام والبغبغانات، وبعدين في أبو قرن والبومة، وفي بعد كده آخر رتبة اللي هي العصفوريات. وبتضم 3 فترين منها أنواع جميلة ونادرة من الطيور الموجودة فيه.